مرحلة جديدة بدأها الجيش الإسرائيلي في مواجهته مع حزب الله اللبناني، إذ شهد لبنان سلسلة من الغارات غير المسبوقة وعلى نطاق واسع من الجنوب إلى الشرق، وهزت أصوات القصف العنيف أرجاء الجنوب والبقاع وجرود الهرمل. وتأتي طبعا هذه الغارات بعد أسبوع من الهجمات التي شنتها إسرائيل على حزب الله طوال الأسبوع الماضي، والتي جعلت الجانبين أقرب إلى حرب شاملة. قال وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض إنه حتى الآن أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 274 شخصا وإصابة أكثر من 1000 شخص منذ الصباح، تزامنا مع القصف العنيف الذي شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية على قرى الجنوب والبقاع. وصلت إلى هواتف اللبنانيين وسكان الجنوب رسائل قصيرة تحذرهم من البقاء في أماكن وجود أسلحة حزب الله، وتلقى العديد من اللبنانيين اتصالات هاتفية من أرقام لبنانية وإسرائيلية تأمرهم بالابتعاد فورا مسافة 1000 متر عن أي موقع يستخدمه حزب الله. هذا رجل لبناني يتحقق من رسالة وصلتها على هاتفه المحمول في بيروت تدعوه إلى الإخلاء. تلك الاتصالات والرسائل مشاهدين أحدثت بلبلة وحالة من القلق بين اللبنانيين، ولم تقتصر على المواطنين، إنما أيضا تلقاها مكتب وزير الإعلام زياد المكاري ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى. وزير الإعلام زياد المكاري قال إن العمل في الوزارة مستمر بشكل عادي ولم ينقطع، ووصف ذلك بالحرب النفسية، إذ قال في بيان: في إطار الحرب النفسية التهويلية التي يعتمدها العدو الإسرائيلي، تلقى عدد كبير من المواطنين في بيروت والمناطق اللبنانية رسائل هاتفية عشوائية تدعو المجيب إلى إخلاء مكان وجوده، وكان مكتب وزير الإعلام أحد الذين تلقوا الرسالة. إن هذا الأسلوب ليس غريبا على العدو الإسرائيلي الذي يتوسل كل السبل في حربه النفسية، وهو لا يقدم ولا يؤخر في شيء. أفيخاي أدروي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ظهر في فيديو على منصة إكس دعا فيه اللبنانيين في الجنوب لإخلاء منازلهم، وقال لهم أن حزب الله يخبئ الأسلحة في منازلهم. سكان القرى اللبنانية، الغارات ستبدأ على المدى الزمني الوشيك. اخلوا البيوت التي أخبأ فيها حزب الله الأسلحة فورا. حزب الله عم يضحي فيكم. نحن على علم بأن حزب الله يشجعكم على البقاء في قراكم. نقرأ كل هذه البيانات على التليجرام وغيرها من المنصات، لكننا نوضح لكم أن الوضع خطير وأن سلامة المدنيين نعتبره من أولوياتنا. فالغارات المكثفة ستبدأ على مدى الزمن الوشيك. أي تأخير في إخلاء البيوت التي قام حزب الله بتخزين أسلحته فيها قد يعارض حياتكم وحياة أحبائكم للخطر. نرجو منكم إخلاء تلك البيوت فورا والابتعاد عن الأماكن التي قد تكون أهدافا للغارات. حزب الله يضحي فيكم اليوم مثل ما فعل في الأيام الأخيرة عندما اختبأ بينكم. هو يختبي بينكم الآن، يقول إنكم بيئته وإنكم جمهوره، لكنه يستغلكم أداة رخيصة. يبدو أن صواريخي ومسيراتي أغلى وأهم بنسبة له منكم. وسط القصف العنيف والتهديدات على الهواتف والرسائل بالإخلاء، هرع اللبنانيون خاصة الآباء والأمهات إلى المدارس لإخراج أولادهم خوفا من أن يطال القصف المدارس. من وراء التليفونات اللي عم تجينا عم يدقوا للعالم كله، عم بيهددوا العالم كله على التليفونات، جايين ناخذ الصبي من المدرسه. الوضع ما بيطمن. خلي بدك على حالي ما مسؤول. لا اقعد اقعد استنى. في تهديد على التليفونات بعثوا انه بدهم يضربوا بيروت. يلا. وعلى الفور أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية. على مواقع التواصل مشاهدين علق اللبنانيون على تلقي التهديدات والرسائل. هنا ندى تقول: كذابين، لا يوجد شيء في البيوت، الأسلحة أنتم تعرفون أنها تحت الأرض ولن تستطيعوا الوصول إليها، هذه حيلة تبرر قتلكم الأبرياء، العالم يعرف اليوم كذبكم ولن يصدق هذا الهراء أحد، ليس هناك عاقل يعرض أهله وأطفاله للخطر.
أما عبد قطايا فيقول الرسائل عم توصل على الهواتف الخلوية والهواتف الأرضية وعلى الراديو وغيرها. تقنيا هيدي الأمور مش صعبة، بس الإسرائيلي عم يحاول يبث الذعر كجزء من حملته لترهيب الناس وخلق نوع من البلبلة، وهالشي عم يصير هلأ كون الاحتلال عم يقصف وعم يمهد لعدوان إضافي. أليسا كرم تقول يتلقى اللبنانيون رسائل نصية واتصالات مسجلة تحذيرية عبر هواتفهم، علينا الانتباه قبل الانضمام إلى مجموعات واتساب كي لا تصير أرقام هواتفنا مكشوفة، علينا عدم تناقل كل ما يصلنا بطريقة كوبي أو فورورد. للحرب أشكال عدة، منها حرب المعلومات والحرب النفسية، ولن نسقط في أي فخ. تدوينة أخيرة من تيما تقول حركة نزوح واسعة يشهدها جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي العنيف المستمر الذي طال أكثر من 300 هدف تابعين لحزب الله، ونجحت الخطة بإفراغ الجنوب من سكانه مثل ما حصل في غزة عندما هجروهم إلى أقصى الحدود المصرية. طبعا مشاهدينا، فعلا بدأ عدد من اللبنانيين بالنزوح من الجنوب نحو الشمال، وعبروا بسياراتهم من مدينة صيدا الساحلية جنوب لبنان، حيث فر بعض السكان بأمتعتهم وسط قصف إسرائيلي عنيف اشتد طوال اليوم. وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا المواطنين اللبنانيين لإخلاء المناطق التي قال إن حزب الله يخزن فيها أسلحة. في المقابل، المشهد في حيفا التي تعيش حالة الحرب للمرة الأولى منذ بدء المواجهات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله أيضا بدأ مرتبكا، إذ استنفرت بعض المشافي وبدأت بنقل المرضى إلى طوابق تحت الأرض وفي مواقف السيارات المجهزة بحسب التقارير، بينما قيدت حركة السكان والعمل والاقتصاد والمقاهي والمدارس والمطاعم. وتزامنا مع الغارات التي شنها حزب الله، دوت صفارات الإنذار في مناطق وبلدات مختلفة من الجليل الأعلى والناصرة وصفد وغيرها.